تصنيف الأعمال اللي تحتاج إلى تأهيل كبير أو تأهيل متوسط أو تأهيل يعني بسيط أيضا هذا سيكون، لأنه الأعمال تختلف، فمنها ما يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده مؤهل كبير وإلى آخره، صحيح، ولكن أيضا منها ما يحتاج لهذا، وبعضها ما تحتاج لشيء البر، إنما يقول والله مفروض عليك تسوي كذا كذا وفي يومين ثلاثة هو يعرف كيف يسوي.